في ايه؟ هناك هتعرف كل حاجة يا ناجي يا وحيد. اتفضل. الله ينور يا اولاد العطار. انا كده اطمنت عليكم. انا بيتهيألي احنا لو رجعنا للتجارة تاني هنقعد الوغش دول في بيوتهم. لا صل على النبي في قلبك. تجارت اللي نرجع لها. احنا قفلنا كلام في الموضوع خلاص. يا يحيى انا شايف ان احنا محتاجين عملية او اتنين نقوم بيهم الدنيا. احنا اتفقنا قبل العملية ومش هنرجع في كلامنا خلاص. ماشي يا يحيى، بس زي ما تقول كده احنا فرحانين باللي احنا عملناه. يا عز مش فرحان ولا ايه؟ ممكن اعرف يا يحيى انت غيرت اتفقت معايا ليه؟ ايه اللي دخل ماجي الخربوط لي في اللعبه دي؟ في ايه يا ابني مالك؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف. اعمل لي كمان متفاجئ لما اقول لك انها اتقبض عليك. ايه يا عز؟ ايه؟ صعبان عليك قوي؟ والله واضح ان انتوا اللي صعبان عليكم تشوفوني فرحان. انتوا ايه ما خدرش على بالكم ان انا هتجوز بنتها؟ انا بصراحه ما كنتش ناوي اتطاف في الموضوع، بس هي اللي طمعت ولعبت لصالح نوح، يبقى تستحمل اللي جرالها. طب اخوك ملوش خطر عندك يا يحيى؟ الشغل عندي ما فيهوش خواطر. صح. طب بقول لكم ايه بقى؟ الموضوع ده لما تحلش انتوا ولا اخواتي ولا عاوز اعرفكم. ودي هنحلها لك ازاي يعني؟ ايه؟ ما قال لك انها لعبه بدله؟ اهدى بقى. لعبه بدله؟ ها بقول لك ايه، العقده دي عندكم تحلوها زي ما تحلوها، عاوزين تشيلوها لحد شايلوها له، المهم الست دي تطلع سليمه. يلا عليا وعلى اعدائي. وعامه الموضوع سهل، اخواتك مش بعيد عننا. هعلي صوتي وفتحتنا تبقى بجلاجل. وانا اعتبر ان اللي انت قلته ده مش تهديد، عشان لو اعتبرته تهديد هتزعل. هزعل؟ ما كانش ليها لزوم النمر اللي احنا عملناها دي. بقول لك ايه؟ كل حاجه وليها حدود. وانا اللي شايل مسؤوليه العيله دي. وانا برضو اقول ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. ومن هنا ورايح الكلام رايح بس. مش رايح جاي. ماشي يا يحيى. حضري حالك يا عيش عشان هننزل على مصر. اتفضل انت يا فارس. اتفضل اقعد ولا اتفضل امشي؟ لساكي قلبك محروق على ود الحرام دي؟ ناوية تحبسي نفسك تاني لاخر العمر؟ توكل على الله انت يا فارس، ملكش صالح بي. لا يا عيش، ما أنا مش هسيبك تنهش في روحك لحد ما تموتي. افهم يا بنت الحلال، ده لا من توبنا ولا من أصلنا. بس حبني. ما هي دي الكذبة اللي رابط بيها راسك. لا يا فارس، أنا شفتها في عينيه، شفت حنيته، شفت قلبه الغامق اللي بقي أبيض على يدي. بس كل حاجة تهدت. بس ده كان حجم. كل الناس بتاخد حقوقها إلا أنا يا فارس. دايماً بتتاخد مني قصاد عيني على يدكم مش على يد حد غريب. بس أنا مش بلوم عليكم، أنا بلوم على نفسي، على حظي الخايب ونصيبي اللي ما بيفوتش إلا في العتمة. المهم الواحد يلحق اللي فاته، مش مهم نفهم متأخر، المهم لما نفهم نعرف هنعمل ايه. كده عايز تيجي منك انت وانا اللي بأمنك عليا وعلى بنتي. انا والله ما ليا ذنب في اللي حصل. انا بجد اللي اتخانقت مع يحيى، بس هو عارف ان نوح بيخطط لحاجه وان انت متآمره معاه، عشان كده عمل اللي عمله. يعني انت كنت عارف يا عز ان مامي في خطر وكنت ساكت؟ يا يارا انا مش مضطر ابرر، انا ماليش دعوه بالموضوع خالص، يحيى ما بيأمنش لحد. بس ان شاء الله هنطلع من الموضوع ده، هنلاقي حل احسن لك.
يكون كويس ان احنا نخرج من الموضوع، والا والله العظيم انا هحكي كل اللي اعرفه من اول يحيى لحد دلوقتي. وانا ذنبي ايه؟ على فكره هي مش غلطتي. لا غلطتك ولا غلطتي، القضية دي برأيتها مؤبد. خلاص احنا نقف بقى قدام النيابة وكل واحد يقول اللي عنده. هيا متر. للأسف يا مدام ماجي، خدمتي النهاردة في الاسم، بكرة الصبح إن شاء الله تتعرض على النيابة. اطمئني أنا مش ساكت. متخافيش. إيه الأكل الحلو ده؟ تسلم ايدك يا ست الحلوين كلهم. انت لسه دقته؟ كفايه ان انت اللي عاملاه بايدك، اكيد هيبقى حلو. على فكره كريم هيزعل قوي ان احنا اكلنا من غيره، ده بيحب الخضار السوتيه قوي. ولا يزعل ولا حاجه، ده واد ندل. ليه؟ جيت احضنه وابوسه راح سابني وجري، قال لي مراتك عندك، انا رايح العب. لا والله. بس تعرفي الواد ده بيفهم وعنده حق، اصل مامته وحشاني قوي. وقال ايه ما بترضاش تخليني اكلها ببقها، قال بتتكسف. قال انت كمان وحشني قوي يا طارق، وحشني كلامنا وهزارنا وخروجاتنا وكل حاجه بينا. عارفه انا احساسي بيكي زي اول مره شفتك فيها، كان قلبي هيقف من الفرحه. وانا كمان. ايه كان قلبك هيقف من الفرحه برضو؟ لا انا كمان فاكراك اول مره شفتك فيها خالص، لما كنت لسه جايلي بالبدله الميري كده وانت ظابط صغير. لا 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 اعوذ بالله، ده كان شكلي وحش قوي، وداني كانت عامله كده اعوذ بالله. يا ده الحمد لله شكلي اتعدل شويه. لا 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 كنت زي القمر زي دلوقتي بالظبط. كانت احلى ايام. اه طبعا كانت ايام حلوه، كان وقتك كله ليا، كنت كل يوم بتخرجني وعلى طول قاعد معايا، مش زي دلوقتي على طول سايبني. خلاص خلاص ما تزعليش، انا مش هسيبك خالص، هفضل جنبك، هفضل احبك لاخر يوم في عمري. مش ناكل بقى الاكل الحلو ده ولا ايه؟ ها؟ قلت ازاي حلو قوي كده؟ ده كتير عليا قوي يا مروان، وبعدين انا مش متعوده منك على كل ده. انا عايزك تتعودي، وربنا يقدرني واقدر اعوضك عن كل اللي انا عملته فيك قبل كده. عارف يا مروان، لحظه صدق واحده معاك بس هتعوضني عن كل اللي فات. ممكن تبصي في الدرج اللي ورا كده؟ ايه ده؟ دي التلاجة اللي كان نفسك فيها، افتحي. مبروك عليك عربيتك الجديدة. بتتكلم بجد يا مروان؟ بجد؟ ما كنتيش انت تركبي احسن حاجه في العالم، مين اللي يستاهل؟ بس انا مش بعرف اسوق. هعلمك. ممكن اكسرها عادي، بهزر بهزر، هخلي بالي. تصدقيني انا تلاجه بجد ولا ايه؟ خلاص 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 والله. هو بجد محمود ممكن يكون متورط في اللي حصل؟ ده مش ممكن، ده اكيد. وبعدين محمود شغال في تجاره السلاح ويعرف كل تجار السلاح، وكمان كان بيستغل المحل لشغله من ورا عم ذكري. عبد الله على السلامه يا محمود. عرفت كل ده ازاي يوسف؟ انت ناسي ان انا كنت ظابط ولا ايه؟ المشكلة بقى إن محمود مسح تسجيلات آخر 3 أيام من على كاميرات المراقبة بتاعة المحل. معنى كده إنه بيأمن نفسه أول بأول. إيه ده؟ إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟